الدقائق الأخيرة وما زلنا نناقش ماذا نريد من الحكومة الجديدة، ومعنا الكاتب الصحفي أستاذ عماد الدين حسين ودكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. سريعا، احنا استطلعنا عدد من آراء الاقتصاديين وكان طلباتهم انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتفعيل مبدأ وحدة الموازنة، عودة وزارتي الاقتصاد والاستثمار بصلاحيات، وضع سياسة ضريبية واضحة ومحددة لفترات طويلة لا تتغير من حين لآخر، مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية قبل إقرارها وبالأخص في مجال الضرائب، تحفيز الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، يعني مهتمين عايزين نهتم بالمستثمر المحلي لأن ده ابن البلد اللي هيشغل الناس أكتر من الأجنبي. الأجنبي مهم ولكن المحلي أهم في رأيي. تخفيف الأعباء المالية عن كاهل القطاع الخاص بملفات الطاقة والضرائب والتأمينات وغيرها، وضبط أسعار المواد الخام وتوفير العملة بشكل مستمر، وإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي مع توفير البيانات للمستثمرين.